يعني البوب شعري هذا المن فائدته عدة تحاليل. اولا ممكن يكون تحليل التي اس بي اللي هو توتال سيرم بالروبين، يعني نسبة البيلروبين بالدم مش قادر نشوفها، لان راح نحط جهاز اسمه سنتر فيوج راح نخليه، هذا السنتر فيوج راح يفوق بحيث يطلع مادة السيرم بالدم. السيرم راح نخليه بالريدنج جهاز ثاني يسمونه الريدنج الكهربائي، راح نشوف ايش قد تطلع نسبة البيلروبين بالدم. فهذا يحتاج نحتاج الاطفال اللي نيونيت حديث الولادة هاي وحدة، واذا عنده مثل جسم سبيد جماعة الهيمولايسيس وغيرهم نفس الوقت ممكن نحن عنده ال HB والهيموجلوبين بي سي جي. تمام، راح نخلي اكو المصدر يطلع لنا شد الرقم مالته نقصه نقسم على 3 يطلع لنا النسبه مالت الهيموجلوبين، هذا يسميه حجم الدم. عندنا طريقه الاخ ايضا اللي هي عندنا الطريقه الثانيه اللي هي يعني الثالثه هي مالت بلاد جروب، نشوف شنو نوع الجروب الموجود مالت البيبي، ممكن يحتاج دم عنده عدة استخدامات. هسه مثلا عندنا طالب حمودي راح نسوي له تحليل مرتين، عندي الكابيلاري وعندي اللانسيت راح نسوي له مسحة خفيفة. تمام، هاي راح نرميها بعد مسحناها، نفتح اللانسيت باعو وبهالوضع هذا شلون راح اسحبه؟ خلي اصبعي بهذا المكان واسحبه بهذا المكان حتى لا يفوت عندي الهواء، بس من اريد اسحبه واخر اصبعي باعو. ما شكيتك وإلا نخاف عليك باعو، من اريد اسحب اخلي ايده واخر ايدي. وهكذا قولي مكملنا السحب. شلون راح اسده؟ نغلقه زين هيك هون نغلقه بهذا الوضع باعو. غلقته بالطين الاصطناعي بعد ما يوقع الدم. اشوف هاي الفائده مال الطين الاصطناعي. راح شو نسوي؟ راح نكمله نقرب هاي الطريقه، نرقب ورقه فد ورقه معينه نكتب فيها اسم الطفل والرقمات الرقه بالطبله، الورقه صغيره هيك ورقه نكتب فيها اسم الطفل العمر مالته الرقم ونوع التحليل ونوديها للمستشفى، راح يعطينا النتيجه على ظهره يكتب لنا شنو مثلا اذا رايدين بلاد جروب يطلع. هاي فائده الطفل الاصطناعي، شفتوا شنو؟ هسه عرفت وصلتك الفكره؟ هاي وين راح نذبها هسه؟ هاي التجهيزات هو هاي اللانسيت شلون اسويها؟ اكو وايد طرق يستخدموها خطا، يعني تنذب هي بالاداه الحاده، لكن مرات نخليها بلاستر، نخلي لها بلاستر، وين نخليها؟ هذا شلون راح اذبها باعولي؟ باعو الوضع؟ منا تمام؟ ويا هذا بعد جيد احسن.
حطي قطن هسه فينا وبعدين الباقي تفلتها. تشيك كانت طريقة كلها صحيحة. هذا اسمه توتال سيرم بالروبي تي اس بي، يعني توتال سيرم بالروبي يعني نسبة الأبصفات القد بالدم. مثل ما قلنا لكم احنا عندنا أطفال حديث الولادة يجينا بيه برقان ولادة، ممكن يكون فسيولوجي وممكن يكون فيزيز أمراض الكبد، تمام؟ حتى نعرف احنا لما لو جاينا احنا عندنا امرجنسي طوارئ، حتى نعرف بانه ايش قد النسبه مالته حتى نقدر ننطي العلاج او الرعايه الخاصه اللي ممكن يحتاج فوتوثيرابي، يحتاج ضوئيه الكبسوله نسميها الحاضنه الضوئيه، ممكن يحتاج بلد تشينج يعني تغيير الدم وهكذا. فهسه نجي نشوف كابيلاريس. الكابيلاريس هو اسمه الانبوب الشعيري، كابيلاريس يعني انبوب شعيري. اذا شفتم هذا الانبوب على ضوء راح ناخذ تحليل. هذا التحليل من راح نسحبه راح نوديه للمختبر، نرفقه بورقه ونكتب اسم الطفل والرقم الموجود بيها، ناخذه للمختبر حتى يشوف لنا. يدخلوا الجهاز اسمه سنترفيوج، هذا الجهاز راح يفر فره سريعه. الفره السريعه شو تسوي؟ راح تفصل الدم عن البلازما. القراءه وين راح تصير؟ راح تصير بالماده البلازما الصفراء تطلع. ايش قد نسبه التوتال سيرم بالروبين؟ ايش قد نسبه التي اس بي عندك؟ اذا كانت 10 راح ناخذ الويت مالت البيبي ونشوف الوزن مالته ايش قد ويا النمبر اللي يطلع لي. ممكن يكون علاج ضوئي، ممكن يكون ديسشارج يعني بالبيت رضاعه طبيعيه للام، نقول لها رضعي رضاعه طبيعيه. ممكن نسوي لها غربله جزء رضاعه الام ما تفهم للطفل، ممكن نسوي حوله لرضاعه طبيعيه صناعيه وهكذا، تمام؟ هسه التحليل شلون راح نشتغله؟ هذا فيري امبورتنت. انت بما انه انت ممرض جامعي بالطوارئ، اذا هذا التحليل من واجبك انت تسحب لي اياه، لانه ليش؟ لانه هذا من ضمن البروسيجر مالت الامرجنسي، لان نعرف جابنا طفل تعبان، او ممكن نستخدم بلود جروب. أرد أشوف فصيلة دم يحتاج دم الطفل، أرد أشوفه مثلا لو يحتاج بلازما مثل ما شرحنا البارحة الهيموفيليا، موضوع الهيموفيليا شرحناه، ممكن يحتاج بلازما، ممكن يحتاج كرايو، لازم نعرف فصيلة الدم شنو احنا. فهذا عدة استخدامات. ممكن نشوف الهيموغلوبين بطريقة سريعة عن طريق البي سي دي، حجم الدم ايش قد، اكو مسطرة خاصة ونشوف ايش قد السنترفيوج نقيسه، ايش قد السيرم مالته وايش قد الدم مالته حجم الدم وهكذا. هسه عندنا حمودي شلون راح يسحب لنا الدم؟ بنا شلون الطريقة؟ بما انه تشوفون اكو بالكونتينر بهذا الفتحة صغيرة، هاي الفتحة لزم الطبق بعه وبهالوضع هذا تطلع لنا وحدة بس تمام؟ وحدة بس تسحب بيها. هسه بما انه احنا طلعناها بعد راح نستخدمها. هاي اللانسيت راح نجيب بيها، وهذا الطين الصناعي. الطين الصناعي شو نسوي؟ بنزل بهذا الوضع باعوني حتى الدم لا يوقع. اكو هواية طلاب نقول لهم سووها فمو وخر ايدي هيك الدم يوقع، فلذلك اذا اشوفك الدم يطلع احنا شو نسوي؟ لا اسويها مائله حتى ما احاول الدم يطلع، لا يوقع الدم مائله وانسكها بهاي الطريقه. هسه نسدد يلا نشتغل حمودي. وين اللانسيت وين القطن؟ القطن اللي نشك بيها واحد يشتغل للثاني. شلون نسحب لله؟ احنا اكيد لازم نلبس كلوس، لان تعرفون احتمال البلاد ترانسفير شو يكون، يعني دم امراض اشكال والوان، حتى تحمي نفسك لا تنسى خطورتك لنفسك. ما ضايق هاي التشكيل تبدأ تضحك. شلون نريد دم خفيف؟ بالضبط كافي شكة واحدة حمد. حتى كافي ما نوصل الوعد. مو هنا احنا شغلنا بالادوات القاطعة عندنا. والاسرة اسرع من جوا. ايه. بس هي خلي ايدك بالثاني عافية. اصبعنا وين نخليه؟ نخليه هناك حتى لا يسرب هوا وياه. بس نرجع نسحب الوخر اصبعنا على مود يسحب الدم، لان اذا اصبعنا مو بيه بيسحب الدم. لا بيه بس هو تشكه خفيفه تشكه. مو من انت اسرع اصلا من جوه تشكه بالضبط منه. ايه.
كملنا نقول كافي، نقول خلصنا. خلينا قطنة، خلينا قطنة ثانية. لا المفروض مليان مليان، بس هو لين شكله قليل. احنا شو نسوي؟ نعصر اصبع الطفل هيك، نعصر عصرة قوية هيك هيك، هو راح ينفض الدم. بس معه طريقة شلون الطين الصناعي ندخله بيها، راح ترى ينكسر جدا. تمام؟ انسد، شوفوا سدينا. انسد التبلعي انسد. يلا سمن الفلنتري اللي يسوي. يلا تمام. كل شيء ما بي هذا. تعال شوفنا. يلا. شنو اصبعك؟ يلا طلع. تفضل اسرع عصر. يلا تشوف شلون عافيه. لا تنسحب دم واخر اصبعك. دم واخر اصبعك. اي. انت اذا تسحب دم تخلص بعد ما يصح ما يصح. واخر يدك واخر يدك واخر يدك واخر يدك واخر 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 وا
هسه شلون نسوي دكتور الصناعي بعرف؟ هاي الحالات يلا هسه عاشت اليديات.